بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم جميعا، استكمالا لما تم شرحه مسبقا من ديزاين المين جردر أو البليك جردر. احنا كنا وصلنا لإيه؟ عملنا ديزاين جبنا الودز على المين جردر وعملنا لها ديزاين، وجبنا القطاع اللي هو كان 300 أو 3000 في 16 على 640 في 320، وقلنا ان القطاع ده متصمم على اكبر مومنت فمحتاجين نعمل له كرتيلمنت، فتعلمنا ازاي نعمل كرتيلمنت، وفي نفس الوقت قلنا ارتفاع الويب كبير قوي والشكشير اللي احنا بنعمله مش مظبوط، وان اكبر الاو بالستريس للشير هو بيبقى 0.35 الاف يل، وممكن يقل عن كده. يقل عن كده بكام؟ القيمه الاكتوال للاو بالستريس بتاعتي اسمها كيو بي، اللي هي اسمها الباكلينج شير ستريس او الباكلنج الاول شير ستريس، وبتبقى قيمتها كيو بي، وتعلمنا ازاي نحسبها ونشيك على الويب في الحالات المختلفه. طيب احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه؟ عايزين نصمم حاجه اسمها الاستفنرز. انت وانت بتعمل لاي اوت عايزين اهو ديزاين، اوف احنا عايزين نعمل ايه؟ عايزين نعمل ديزاين الاستيفنرز. حضرتك وانت بتعمل اللي اوت بتاع كاميرا المين جيردر، تعالى نراجعه علشان نتعلم ازاي يبقى مظبوط وصح ما فيهوش مشاكل. كنا بنيجي نقسم ازاي؟ برسم كاميرا المين جيردر بالاسبان بتاع اللي هو 30 متر سي مثلا، اللي هي الكيس بتاعتنا، وبعد كده بقسم المسافه بين الكروس جيردرز، بتبقى لازم تبقى الكاميرا سيمتريك، العدد بتاعي زوجي بتاع السبيسنج، فهقسم دول ثلاثة بانلز يمين وثلاثة بانلز شمال، وبعد كده ده اول استفنر كنا بنحطه. اللي انا رسمه ده لحد دلوقتي واللي انت مش واخد بالك منه، كان الاستفنر اللي في الطرف ده كان اسمه اند بيرنج استفنر، تمام كده؟ طيب ده اللي فين؟ اللي بيبقى موجود فوق السبورت اهو، عندي ده الهنج سبورت والرولر سبورت، الاستيفنر ده اسمه اند بيرنج استيفنر، تمام كده؟ طيب الاستيفنرز بقى اللي هي ان بتوين، اللي هي عند اماكن الكروس جاردرز، احنا جينا حطينا استيفنر عند مكان كل كروس جاردر. الاستيفنر الاولاني اللي انا رسمه ده شايل ايه؟ ده شايل رياكشن المين جردر، الاند بيرنج ستيفنر ده معمول علشان يشيل رياكشن كامره المين جردر. طيب الستيفنرز اللي معموله علشان تشيل الكروس جردرز اسمها انترميديت بيرنج ستيفنرز. اسمها ايه الستيفنرز دي؟ اسمها الانترميديت بيرنج ستيفنرز. اماكنها فين؟ زي ما احنا رسمين تحت اماكن الكروس جاردرز. يبقى لك ستيفنر ثالث انت كنت بتحطه وهو اسمه الانترميديت فيرتيكال ستيفنر، او اسمه الفيرتيكال ستيفنر العادي. يبقى انا كنت باجي اقسم الاول المسافات بين الكروس جاردرز، وبعد كده حطيت اللي هي اسمها الايه؟ الانترميديت vertical stiffener، اهو اسمه intermediate vertical stiffener، تمام كده؟ طيب الارتفاع عندي اكبر من 82، فقررت ان انت تعمل horizontal stiffener اديه على 5 اهو، وبعد كده horizontal stiffener تاني at دي على 2. يبقى انا عندي في horizontal at دي على 5، وفي horizontal تاني ات دي على 2. دي كده كل الاستيفنرز اللي حضرتك رسمتها في اللي اوت. طيب لو انا جيت قطعت وبصيت كده لتحت هشوف ايه؟ هشوف الويب بتاع كاميرا المين اهو، وبعد كده الويب ده استيفنر طالع منه استيفنرز هنا كده
الاستيفنر اللي هو الخط اللي انت رسمه ده، ومش خط، لا ده ليه فلانجز، حلو كده. فبنطلع اوت ستاند ستيفنر، الحته دي اسمها اوت ستاند اهي، اوت ستاند ستيفنر، وبعد كده دي الفلانجز بتاعته. ليه بعمل كده؟ علشان اعرف اركب كمره الكروس جردر، مش هي تطلع في الاتجاه العمودي. طيب بعد كده عند مكان الكروس جردر الثانيه برضو بنطلع اوت ستاند وبنركب عليه فلانج، فيبقى ده اسمه الاند بيرنج ستيفنر، وده اسمه الانترميديت بيرنج ستيفنر. طب ان بتوين بقى كنا بنطلع اوت ستاند بس، اللي هو ده كده، ممكن يطلع من ناحيه واحده او من ناحيتين، وده كده اسمه الانترميديت فيرتيكال ستيفنر. تمام كده. المسافات قد ايه؟ انا عندي كنا بنيجي نقسم، ادي المسافه بين الكروس جردرز اسمها اس، باجي اقسم المسافه دي لمسافات اصغر شويه، كانت المسافه بتاعتها من متر ونص لمتر 80. طب هتيجي تقول لي والله وانا بقسم لا عايزه تيجي جوه، مش عايزه تيجي، ما فيش اي رقم بيجيب جوه الرينج ده، يعني لو عملتها 3 سبيسنج تطلع فوق المتر 80، عملتها 4 سبيسنج تطلع اقل من متر ونص، اعمل اقل من متر ونص، يعني ما تكبرش عن المتر 80. يبقى انا عندي المسافه دي اسمها الدي 1، والدي 1 دي بتساوي من متر ونص لحد متر كام؟ متر 80. طيب انت مطلوب منك ايه؟ مطلوب منك تعمل تتعلم الديزاين بتاع الاستيفنرز دي علشان تحلها دلوقتي في الشيت، وكمان شويه ده سؤال امتحان، يعني دايما بيجي ديزاين ويقول لك ديزاين سي مثلا اند بيرنج ستيفنر، او ديزاين ان انترميديت بيرنج ستيفنر، او ديزاين انترميديت فيرتيكال ستيفنر، او هوريزونتال قد ايه على 5، او هوريزونتال قد ايه على 2. فانت لازم تتعلم الديزاين بتاعهم، هم كلهم يعني ليهم فكره، والموضوع بتاعهم بسيط. بعد كده الفكره بتاعتهم ايه؟ ان انت بتحول الاستيفنر ده لممبر شايل كومبريشن فورس زي اللي انت خدته في ثالثه مدني بالظبط. طب الممبر اللي شايل كومبريشن فورس علشان حضرتك تشيك عليه محتاج ايه؟ محتاج اعرف الاكتوال فورس اللي جاي عليه، ومحتاج اعرف الالاوبل ستريس اللي يقدر يقاومه، واقارن الاثنين ببعض. ادي الفكره ببساطه جدا. طيب عشان ننفذ الفكره دي، اول حاجه تعالوا نعمل ديزاين اوف اند بيرنج ستيفنر. عايز اعمل ديزاين الاند بيرنج مين؟ ستيفنر. شكله عامل ازاي الاند بيرنج ستيفنر ده؟ قلنا الويب بتاع المين جيردر اهو، وجاي بطلع انا بليت كده اسمه الاوت ستاند ستيفنر، وبليت تاني، وبعد كده بعمل فلانج للبليتس دي. الابعاد اسميها ايه؟ التخانه دي اسمها تي ويب، التخانه دي بنسميها تي واحد، والتخانه دي بنسميها تي اتنين. طيب الارتفاع ده من هنا لحد هنا بنسميها بي واحد. طيب العرض ده بنسميه بي اتنين. طب الويب ده مكمل، يعني حد مننا هيجي يقول ايه الويب ده مكمل؟ قد ايه من الويب بيشتغل معايا؟ بيشتغل معايا حتة من الويب عرضها 12 تي ويب. تمام كده. يبقى انت لحد دلوقتي عرفت تعمل دايمنشنينج لمين؟ للاستيفنر. هو ده، دي اول حاجه. انت عشان تعرف تجيب في الكومبريشن ممبر، لو تفتكر عشان اعرف اجيب الاول ستريس، محتاج اعرف اجيب اريا، واجيب انرشيا، واجيب سيكشن بروبرتيز علشان اعرف اجيب لامدا، ومنها اجيب مين؟ اجيب الالاول ستريس. فبالتالي انت لازم تحدد الجيومتري، كمان الاكشوال ستريس اللي انت عايز تحسبه هو فورس على اريا، فلازم برضو اعرف احسب الاريا. يبقى انت رقم واحد علشان اعرف ادخل المساله، محتاج اعمل دايمنشننج لمين؟ للاستيفنر نفسه. طب الدايمنشننج ده تعمله ازاي؟ انا ما اعرفش معلومات كتيره،
الاستيفنر ده بيشيل ايه؟ اول حاجه الاكتوال فورس او الاكتنج فورس اللي جاي عليه، ممكن نكتب تحتها كده اكتنج. الاكتنج فورس دي قيمتها كام؟ قلنا اول استيفنر هنا كان بيشيل ايه؟ هتلاقي بيشيل رياكشن بتاع المين جيردر اللي هو بيكافئ مين؟ اللي انت طلعت قبل كده كان اسمه كيو ماكسيمم. يبقى ده كده هي الكيو ماكسيمم. قيمتها كام من المسائل اللي احنا طلعناها قبل كده؟ احنا طبعا يعني نشرح ونحل مسألة في نفس الوقت ماشي. فقيمتها كانت 239 طن. عظيم. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ انا عايز اجيب الاريا بتاعت الاستيفنر. فهاجي اقول ايه؟ انت لو عندك المعادلة البسيطة اللي هي كانت الاسترس بيساوي فورس على اريا، معادلة النورمال استرس العادية، لو انا فرضت الاسترس انه تقريبا هيبقى ب 1.8 طن بير سنتيمتر سكوير بيساوي فورس اللي اسمها كيو ماكسيمم، مين المجهول الوحيد؟ هيبقى الاريا. يبقى اعرف اجيب مين؟ اعرف اجيب الاريا. يبقى اجي اقول الاريا، الاريا بتاعت الاستيفنر بتساوي مين؟ الفورس على الاسترس. يبقى تساوي كيو ماكسيمم على الاسترس اللي هو مين؟ اف سي اللي هي بتساوي 1.8 طن بير سنتيمتر سكوير. طب الفورس دي بتساوي كام؟ 239 طن. يبقى الكلام ده يساوي قد ايه؟ تعالوا نحسبها. يبقى اقول 239 على 1.8 يطلع لي 132.78 سنتيمتر سكوير. يبقى كده عرفنا نجيب الاريا ريكوارد. الاريا دي بتساوي ايه يا باشمهندس؟ الاريا اللي هي قيمتها 132.78 دي بتساوي اريا الاستيفنر اللي هي كام؟ عندك دبليت 2 3 4 وحته من الوب. تعالوا نجمعهم. نقدر هاجي اقول 2 في بي 1 في تي 1 زائد بي 2 في تي 2. حلو كده؟ كده انا جبت مين؟ البليد ده وده وده وده، فاضل لي حته من الوب، يبقى زائد 12 تي وب، ده العرض في التخانه بتاعتها اللي هي تي وب. يبقى انا عندي كده، تعالوا نشوف مين معلوم ومين مجهول. انا عندي القطاع بتاع المين جيردر، فاكرينه؟ كان عندي قطاع المين جيردر اهي، لو جيت كتبتها في الحته دي كانت 3000 في 16 على 640 في 32. ايه الارقام دي؟ ارتفاع الوب 3000 ملي، تخانته 16 ملي، عرض الفلانج 4640 ملي، وتخانتها 32 ملي. طيب يبقى مين معلوم ومين مجهول؟ تعالوا نكتبهم كده تاني. 132.78 بتساوي 2 في اول حاجه البي 1 دي بكام؟ البي 1 بتساوي ارتفاع الوب على 30 زائد 5 سنتي. يبقى انت تجيب الوب بالسنتي، يبقى 300 على 30 زائد 5 يساوي 15 سنتي. يبقى هي دي اول حاجه، دي بكام؟ ب 15. في التي 1 ناخدها بكام؟ خد التي 1 هي التي وب، يبقى انا عندي التي 1 بتساوي التي وب، ادي تاني فرض. يبقى دي في تي وب اللي هي بكام؟ بتساوي 1.6 سنتي. زائد البي 2 بكام؟ البي 2 معرفهاش، فهاجي افرض ايه؟ هقول له اسيوم ان البي 2 بتساوي 20 التي 2. فاكرين زي ما عملنا في الفلانج بتاعت المين جيردر؟ يبقى اجي اقول هنا 20 التي 2 تربيع، دي لوحدها ب 20 تي 2 في تي 2 تبقى 20 تي 2 تربيع. تمام كده؟ الكلام ده كله مضروب في 2 زائد 12 في 1.6 تربيع. 12 التي وب ايه؟ تربيع. مين مجهول في المعادله اللي قدامك دي كلها؟ يبقى انا عندي اعرف اجيب التي 2 من هنا. تعالوا نعملها. يبقى اجي اقول ال 132.78 ناقص 12 في 1.6 سكوير على الاثنين
ناقص 15 في 1.6 على 20 جذر يطلع لي التي 2 طالعه بكام يا باشمهندس؟ تي 2 طالعه ب 1.16 سنتي. ينفع ناخدها كده؟ لا، قلنا بنشتغل على دي 11.6 مللي، قلنا بنشتغل اتنينات او خمسات، يبقى ناخدها بكام؟ ب 12 مللي. طيب من الفرد ده يبقى البي 2 بتساوي 20 في 1.2 يبقى تساوي كام؟ 24 سنتيمتر، ودي 1.2 سنتيمتر. يبقى ده كده ابعاد القطاع اللي عندي. ان انا عندي البي 1 الاستيفنر دلوقتي نقدر نكتب الارقام عليه، البي 2 بعد ما حسبتها طلعت ب 24 سنتي، التي 2 1.2 سنتي، التي 1 ب 1.6 سنتي، والبي 1 ب 15 سنتي. يبقى كده احنا جبنا مين؟ عملنا دايمنشننج للاستيفنر اللي عندي. تعالوا نكمل. عايز بقى اشيك على الاستيفنر ده، هتشيك عليه ازاي؟ هاجي اقول والله ده كومبريشن ممبر، انا الفرد بتاعي بتاع الاف سي اللي احنا كتبناه هنا انها 1.8 طن بير سنتيمتر سكوير، مالها؟ مش متاكد منه. انا فارض ان القطاع ماله ان القطاع كومبات، فانا عايز اتاكد ان القطاع لسه كومبات. يبقى اول تشيك بتعمله ان انت فارض صح، فاجي اقول تشيك كومباكتنس. طيب هتشيك كومباكتنس على مين؟ انا عندي شكل الاستيفنر عامل كده، وفي حته من الويب، فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اتاكد ان الحته دي اللي هي عرضها اسمه سي على تخانتها ما يزيدش عن ليميت معين، وكذلك برضو المسافه دي على تخانتها اللي هي اسمها بي 1 على تي 1 ما تزيدش عن ليميت معين. ايه بقى الليميتس دي؟ السي على التي، التي دي كان اسمها كام؟ كان اسمها تي 2، يبقى على تي 2 السي بتساوي قد ايه؟ تقريبا بتساوي 0.4 من البي 2، يعني 40% من العرض. يبقى 0.4 في البي 2 بكام؟ كانت ب 24 سنتي، على التي 2 طالعه بكام معايا؟ 1.2 سنتي. الكلام ده لازم يبقى اقل من او يساوي 21 على جذر الافيد. طيب انا شغال بستيل كام يا باشمهندسين؟ شغالين بستيل 52. يبقى اما اقول 21 على جذر 3.6 تطلع بكام؟ هاجي اقول 21 على جذر 3.6 تطلع 11.06. اما احسب الحسبه دي طالعه 0.4 في 24 على 1.2، الحسبه دي طالعه بكام؟ ب 8. يبقى انا عندي ال 8 اقل من، يبقى كده الشرط ده اتحقق. تاني شرط عندي اللي هو البي 1 على التي 1. البي 1 فاكرينها ولا لا؟ كانت ب 15 سنتي، والتي 1 بكام؟ ب 1.6 سنتي، تبقى اقل من او يساوي 64 على جذر الاف يلد. فلما اجي احسب ال 64 على جذر 3.6 تطلع 33.7، وال 15 على 1.6 تطلع بتساوي 9.37. الترم ده اتحقق والشرط ده اتحقق، الشرط ده والشرط ده اتحقق، يبقى انا عندي ايه؟ يبقى السكشن طلع كومباكت سكشن. حلو كده؟ يبقى مفيش عندي مشكله ان الالاوبل ستريس هيمشي 0.64 الاف بي لحد دلوقتي، تمام. طب عايز بقى اخش في ديزاين الاكسيال ممبر. انا عايز ايه لحد دلوقتي يا باشمهندسين؟ انا فارض ان الاستيفنر بتاعي هو كومبريشن ممبر عليه فورس اسمها كيو ماكسيمم، وعايز اشيك على الممبر ده. قطاع الممبر ده ايه؟ هو الاستيفنر اللي احنا راسمينه ده. طيب
بعد كده اللي تشيك التاني السلندرنس. بس قلنا انت علشان تشيك سلندرنس على كومبريشن ممبر هتشيك ايه؟ تقول اللامدا بتساوي ال على ار. طب الار دي هتجيبها منين؟ مش موجوده في الجدول ده، قطاع انت اللي عامله، وبالتالي لازم تحسب له الار. يبقى تاني خطوه عندنا ان انا محتاج احسب السكشن بروبرتيز. تعال نشيك احسب قصدي السكشن بروبرتيز. يبقى محتاج احسب الاريا الاكتوال. طب امال الاريا اللي احنا جايبينها قبل كده كانت ايه؟ دي الاريا الريكوايرد، انا كبرت عنها شويه. الاريا الاكتوال دي بتساوي كام؟ هتساوي 2 في البي 1 في التي 1 زائد البي 2 في التي 2 زائد 12 تي 1 بسكوير. هتساوي 12 2 قصدي في البي 1 ب 15 في التي 1 ب 1.6 زائد البي 2 ب 24 في التي 2 1.2 زائد 12 في 1.6 سكويرد. نحسب الكلام ده 15 في 1.6 زائد 24 في 1.2 في 2 زائد 12 في 1.6 سكويرد، تطلع ب 136.32 سنتيمتر سكويرد. حلو كده؟ طيب حسبت الاريا اكشن، احسب الانيرشيا اي اكس. الانيرشيا انا هتعامل معاها لانه ايه؟ اي سكشن عادي جدا. بس هو مش اي سكشن بس، ده في حته ستيفنر جوه اللي هو في الويب هنا الحته دي. هل اخدها معايا؟ لا مش هاخدها معايا، انا عامله كانه اي سكشن. ارتفاع الاي سكشن ده قد ايه يا باشمهندسين؟ الحته دي بكام؟ 2 بي 1 زائد تي ويب. البي 1 ب 2 في 15 زائد 1.6 تطلع ب 31.6 سنتي. طيب العرض ده كام؟ 24، والتخانه دي 1.2، والتخانه دي 1.6. يبقى كده عملنا ايه؟ عندي قطاع عايز اجيب له الانرشيا بتاعته. طب تعالوا نحسب بقى الانرشيا. اشتغل على الويب الاول، يبقى تعالوا نكتبها كرموز وبعد كده نعوض فيها. ماشي؟ تي ويب في 2 بي 1 زائد تي ويب، كل ده تكعيب على ال 12 زائد الفلانجات 2 في الاريا الاول اللي هي بي 2 في تي 2 في نقل المحاور. قد ايه نقل المحاور من هنا؟ بي 1 زائد تي ويب على الاثنين زائد تي 2 على الاثنين. يبقى في نقل المحاور البي 1 زائد تي ويب على الاثنين زائد تي 2 على الاثنين، كل ده سكوير. اقفل القوس. تعال نعوض في الرموز اللي احنا كتبناها دي. تساوي التي ويب 1.6 في 31.6 تكعيب على ال 12 زائد 2 في البي 2 ب 24 في التي 2 ب 1.2 في نقل المحاور اللي هو كام بقى؟ البي 1 متنب ب 15 زائد 0.8 اللي هي التي ويب على 2 زائد التي 2 على 2 اللي هي 0.6، كل ده سكويرد. وقف البراكت بتاعي. تعالوا نحسب الحسبة دي. يبقى هاجي اقول 15 زائد 0.8 بلس 0.6 سكويرد في 1.2 في 24، كل ده في 2 زائد 1.6 في 31.6 تكعيب على ال 12 يديني 196.99.36 سنتيمتر بالفور. الار اكس بتساوي ايه؟ جذر الانيرشيا على الاريا. يبقى تساوي جذر التربيعي للانيرشيا اللي هي 196.99.36 على الاريا اللي هي 136.32 يساوي
12 وانتقو 2 سنتيمتر. دايما اكتب اليونتس بتاعتك كده. انت الخطوة دي لحد هنا حسبنا مين؟ حسبنا ايه؟ السكشن بروبرتيز، ان انا جبت الاريا اكتوال وجبت الاي اكس اكتوال وجبنا منهم الار اكس اكتوال. نخش بعد كده على التشيك التالت اللي هو اسمه السلندرنس. طيب اللامدا بتاعتي بتساوي ال اكتوال على ار اكس. ال اكتوال بكام؟ بتساوي 0.8 الارتفاع، 0.8 ارتفاع الكاميرا اللي هو الاتش ويب على الار اكس، يبقى 0.8 في 300 سنتي على الار اكس 12.2 سنتي يساوي 19.96. الرقم ده المفروض لا يزيد عن كام؟ عن 110. الكلام ده اتحقق؟ اه اتحقق زي الفل. يبقى انت كده شيكنا سلندرنس، ان انا عندي اللمده بتاعتي ما زادتش عن مين؟ عن ال 110. طب انا ليه انا عملت التشيك في سطر واحد؟ يعني انت متخيل بتحسب كل ده علشان تعرف تعمل التشيك بتاع السلندرنس؟ وده اول حاجه الدنيا اتسهلت فيها. طيب بعد ما عملت التشيك سلندرنس اخش على التشيك ستريسز. يبقى ثالث خطوه عندي تشيك ستريسز. الاف اكتوال، الاكتوال ستريس بيساوي ايه؟ طبعا هنا شغالين ايه؟ اي اس دي مش ال ار اف دي، قريبين جدا من بعض برضه. انت هناك كنت بتجيب كاباسيتي اكتوال وعندك النومينال كاباسيتي، قصدي الاكتنج فورس والنومينال كاباسيتي وبتقارنهم من بعض. لا هنا بنعمل ايه؟ بنجيب اكتوال ستريس وبنجيب الاوبل ستريس ونقارن الاثنين ببعض. حلو. طب الاكتوال ستريس بيساوي ايه؟ بيساوي الكيو ماكسيمم على الاريا اكتوال. الكيو ماكسيمم قيمتها كام؟ كانت 239 طن على الاريا اكتوال، لسه حاسبينها اهي 136.32 يبقى 239 على 136.32 يساوي 1.75 طن بير سنتيمتر سكوير. طب الالاول ستريس الاف سي، الاف سي بيعتمد على مين؟ بيعتمد على اللامدا، على حسب لو اللامدا اقل من 100 ولو اللامدا اكبر من 100. طبعا احنا حاطين شرط او حاطين الاول ستريس يخلي اللامدا دايما صغيره، فاحنا دايما اللامدا اقل من كام؟ اقل من 100. الالاول ستريس لما تكون اللامدا اقل من 100 بيساوي قد ايه؟ بيساوي 0.58. احفظ معايا دي، الاف يلد ناقص ثلاث قيم 6.5 في 10 اس ناقص 5 لامدا سكويرد، او 8.5 في 10 اس ناقص 5 لامدا سكويرد، او 13.5 في 10 اس ناقص 5 لامدا سكويرد. ده امتى وده امتى وده امتى؟ ده ستيل 37 وده ستيل 44 وده ستيل 52. احنا في انهي منطقه؟ في دي. يبقى انا عندي الاف سي بتاعتي بتساوي 0.58 الاف يلد اللي هي تطلع 2.1 طن بير سنتيمتر سكوير ناقص 13.5 في 10 اس ناقص 5 في اللامدا سكوير. دي اللامدا طلع بكام؟ 19.96 سكويرد. يبقى انا عندي 19.96 سكويرد في 13.5 في 10 اس ناقص 5 2.1 ناقص الكلام ده تطلع 2.046 طن بير سنتيمتر سكوير. يبقى انا عندي الالاوبل ستريس اهو والاكشوال ستريس اهو. عايز اقارن الرقمين ببعض؟ اه مفيش مشكله. الاف اكشوال طلعت مالها اقل من الاف سي، يبقى سيف ستريس.
كده شيكنا ستريسز. اخر تشيك عندي هو على اللحام، عايز اجيب اللحام. طب اللحام ده الحم ايه بالظبط؟ يبقى انا عندي الولد سايز، فين اللحام؟ انا عايز الحم. ادي الوب، وفي ستيفنر تحت الاوت ستاند اللي تحت، وادي الفلانج. المفروض ان في هنا لحام اهو، وفي هنا لحام، والمفروض ان انت تحسب الاثنين. بس هو المطلوب منك هنا ان انت تحسب انه واحد ده. طب واللحام ده شايل ايه؟ اللحام ده شايل الفورس اللي جاء من الاستيفنر كله بتنقلها للوب، صح كده؟ يبقى هو عايز الكسر على كامل طوله بفورس اكتنج اسمها ايه؟ اسمها كيو ماكس. بيقاوم الكيو ماكس من قام خط الحام 1 2 3 4 اريتهم كام؟ طول اللحام اللي هو ارتفاع الكاميرا في السايز بتاعه، يبقى اتش ويب في السايز بتاع الولد. كده انا جبت اريت الاربع خطوط لحام. هل ينفع يعني اساوي فورس باريا؟ لا، الفورس بتساوي اريا في ستريس. مين الاستريس؟ اللي هو اكبر ستريس يقدر يشيله اللحام، اللي هو بونتول اف الت. تمام كده؟ يبقى عرفنا منين ان جبنا القانون ده، ستريس في اريا يديني فورس. طيب تعالوا نترجم الكلام ده الارقام. 239 طن بيساوي 4 في اتش واب اللي هي 30 سنتي في السايز بتاع الولد الغير معلوم 300 معلش، في 0.2 الاف التيمت بتاعتي ب 5.2 طن بير سنتيمتر سكوير. مين المجهول الوحيد؟ هو السايز بتاع الولد. يبقى من هنا اعرف اجيب السايز بتاع الولد بيساوي 4 300.2 في 5.2 واقول 239 على الكلام ده يطلع 0.191 سنتيمتر. لسه احنا قايلين اقل سايز ويلد معتمد عندنا في الكباري بقلش عن كام؟ يبقى دي لا تقل عن 0.6 سنتيمتر و 0.4 في المباني. يبقى انا عندي السايز بتاع الويلد بيساوي كام؟ 6 مللي. طيب انت عملت ايه لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي فهمنا يعني ايه ستيفنرز، عرفنا انواعهم، وصممنا اول واحد عندنا اللي هو اسمه الاند بيرنج ستيفنر. عايزين نعمل ايه بعد كده؟ عايزين نخش على الستيفنر رقم 3 اللي هو اسمه الانترميديت بيرنج ستيفنر. هنمشي في نفس الخطوات برضو، هنجيب اكتنج فورس، وبعد ما نجيب الاكتنج فورس هنحاول برضو نجيب الجيومتري بتاع القطاع، وبعد كده نشيك على الجيومتري اللي احنا جبناه. الاكتنج فورس على الانترميديت بيرنج ستيفنر، تعالوا نبص كده في اول ورقه كتبناها مكانه فين. الانترميديت بيرنج ستيفنر ده هو تاني وحده تحت الكروس جردر، فهو بيشيل مين؟ بيشيل رياكشن اسمه ايه بقى؟ RX جردر. يبقى حضرتك هتروح تجيب اكبر شير فورس او اكبر رياكشن من كاميرا الكروس جردر. جاي على مين؟ هيجي اكيد على كاميرا المين جردر. مين اللي هيستقبله؟ اللي هيستقبله الانترميديت بيرنج ستيفنر. يبقى انا تعالوا كده نكتب هنا ديزاين اوف انترميديت بيرنج ستيفنر. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اصمم الانترميديت بيرنج ستيفنر ده. الاكتنج فورس دي كنا اول خطوه عملناها هناك، الاكتنج فورس بتساوي الار اكس جردر رياكشن كامره الكروس جردر. بس في حاجه، احنا درسنا حاجه اسمها الويب باكلينج، وقلنا ان الويب باكلينج ده بيحصل نتيجه ان سواء الشير فورس، كان دكتور تامر شرح كويس جدا الجزء ده وقال ان الشير فورس او البندنج ستريس الاثنين بيترجموا الكومبريشن فورس جوه الويب
هيعملوا له حاجه اسمها ايه اللي هو الويب باكلينج. طيب الفورس دي قيمتها كام؟ ما حسبناش المره اللي فاتت. اسمها السي اس. مين السي اس دي؟ دي الفورس الجنريتد فورس في المنطقه او في المكان اللي عند الاستيفنر اللي احنا بندرسه نتيجه الويب باكلينج. طيب الار اكس جيردر انا اعرف نحسبها، لكن القيمه بقى اللي اسمها سي اس دي قيمتها كام؟ هتساوي ليها قانون، دي بتساوي 0.65 افتح براكتس 0.35 الاف فيلد على الكيوبي ناقص واحد، كل ده مضروب في مين؟ في الكيو اتش. انت هتيجي تقول لي الترمات دي كلها ايه علاقتها بمكان الكروس جاردر؟ هقول لك الكيو اتش دي هي مين؟ ده الشير فورس اللي على كامره المين جاردر عند مكان الاستيفنر. تمام كده؟ امال مين دي؟ ده رياكشن كامره الكروس جاردر، فرق بين الاثنين. تمام كده؟ يبقى انا عندي ده الاكتوال شير فورس ات ستيفنر بوزيشن، يبقى ده عند مكان الايه الاستيفنر اللي احنا بندرسه. وبالتالي ايه اللي هيجي لك في المساله؟ هتلاقيه بيديك اكبر قيمه للشير على كامره المين جيردر، احنا لسه عارفينه من ديزاين الاند بيرنج ستيفنر. بس هل نعرف قيمه الشير عند مكان الاستيفنر اللي احنا بندرسه؟ لا ما نعرفهاش. وبالتالي يبقى انت محتاج تجيب مين؟ تجيب الكيو اتش. طب ايه تاني؟ محتاج تحسب الكيو بي عند مكان الاستيفنر. احسبها ازاي؟ هندرس الحته بتاعت الويب باكلينج، نجيب الفا كي كيو لامدا كيو كيو بي. بعد ما نجيب الكيو بي نقدر نحسب مين بقى؟ نحسب السي اس. عشان كده ديزاين الانترميديت بيرنج ستيفنر رخم شويه. ليه؟ لانك بتصمم على فورس من الاثنين، مش عارف مين فيهم اللي هيطلع اكبر، هل هي الار كروس جاردر ولا السي اس. تمام كده؟ فهنروح نحسب الاثنين وناخد الاكبر فيهم هما الاثنين. يبقى نكتب هنا كلمه ماكسيمم اوف ده او ده. طب عايزين تعالوا نطبق الكلام ده على الكيس بتاعتنا. انا عندي الار اكس جيردر في المساله بتاعتي ما كناش حسبناها خالص، فانا هاخدها ب 80 طن. حلو كده؟ ده الار اكس جيردر. لكن المين جيردر انا بدرس ايه بقى يا باشمهندسين؟ انا عايز ادرس اول فيرتيكال انترميديت بيرنج ستيفنر. بص كده مين فيهم الكريتيكال؟ انت هتعمل الستيفنر ده وده وده. لاحظ ان كل ما بتبعد عن السبورت الشير بيقل، وطالما الشير بيقل يبقى سي اس هيحصل لها ايه؟ هتقل. يبقى انا عندي مين اكتر ستيفنر كريتيكال بعد الاند بيرنج ستيفنر؟ هو اول واحد هنا اللي هو ده اسمه الانترميديت. انترميديت ايه؟ فيرتيكال او انترميديت بيرنج ستيفنر. حلو كده؟ هنروح نحسب السي اس عنده. طب ده بيبعد مسافه قد ايه؟ انا عندي الكاميرا كلها كان سبانها 30 متر. ده بيبعد عن السبورت مقسم انا بانل 2 3 4 5 6، يبقى 30 على 6 فيها 5 متر، يعني دي بتبعد 5 متر عن مين؟ عن السبورت بتاعي. طيب هاجي ارسم الشكل ده والشكل ده. هتيجي تقول لي ايه الشكلين دول؟ هقول لك دول الشير فورس دياجرام بتاع كامره المين جيردر نتيجه اللايف لود والديد لود. الكيو ديد قيمتها كام من المساله؟ هجيبها من القديم اهو 102 طن. والكيو لايف قيمتها كام؟ 137 طن. انا عايز اعمل ايه؟ عايز اجيب قيمه الشير هنا على بعد مسافه كام؟ 5 متر. يبقى مطلوب منك ايه يا باشمهندس؟ ان انا الكاميرا اللي سبانها 30 متر دي عايز اجيب الشير على بعد 5 متر. فاكرين كنا بنعملها ازاي في الشير؟ كنت بقول الشير ده
على الشير ده بيساوي المسافة دي على دي، بس ايه سكويرد، تعالوا نحسبها. يبقى انا عندي هسمي المسافة دي اسمها واي نود او كيو اتش كيو لايف مثلا، يبقى الكيو لايف على 137 ده على ده بيساوي دي على دي كلها، دي بتساوي كام؟ 25 على 30، بس كل ده ايه سكويرد. يبقى اقول الكيو لايف بتساوي 25 على 30 سكويرد في 137، يطلع لي الكيو لايف بتساوي 95.14 طن. كده حسبنا مين الكيو لايف. طب الكيو ده تشابه مثلثات، ده لينير بقى مش كيرف لينير او بارابوليك يعني. فاجي عندي اشابه المثلثين اللي هم دول، دي 15 متر و5 متر، فاجي اقول الكيو داد على ال102 انا شابه المثلث ده بالمثلث الكبير. يبقى اقول الكيو داد على ال102 بتساوي دي اللي هي 10 على 15، يبقى من هنا الكيو داد بتساوي 10 على 15 في 102 يديني دي 68 طن. هتيجي تقول لنا لو جمعت الرقمين دول هطلعوا اكبر من 80 بكتير، اقول لك لا، هو الموضوع مش كده. هو انا عندي السي اس دي فانكشن في الكيو اكتشوال، يعني هي جزء من الكيو اكتشوال، حته من الشير اللي جاي على الايه على القطاع. طيب هاجي اقول ايه، عايز احسب بقى لسه الكيو بي، انا باقي لي الكيو بي البانلز اللي عندي. لما حضرتك جيت رسمت كاميرا المين جيردر اهي، وجيت قلت ادي الانترميديت بيرنج ستيفنر اللي احنا شغالين عليه، وفيه انترميديت فيرتيكال وهوريزونتال قد ايه على 5 وهوريزونتال قد ايه على 2، انا عايز اشيك على ده، فهاخد البانل الكريتيكال اللي قريبه منه اللي هي دي. ابعادها قد ايه البانل دي؟ ابعاد البانل دي المسافه دي 1.67 متر وارتفاعها 1.5 متر. يبقى انا عندي الالفا، نحسب بقى الالفا بتساوي الدي 1 على الدي، هتساوي 1.67 على 1.5 اهي، 1.67 على 1.5 طالعه ب 1.11. قلنا على حسب كان في كذا قانون، لو الالفا اكبر من الواحد ولو الالفا اصغر من الواحد. فعندي لو الالفا اكبر من الواحد الكي كيو كانت بتساوي 5.34 زائد 4 على الالفا سكوير، تمام كده. ده لو ايه، ده لو الالفا اكبر من الواحد. فاجي احسب اقول أربعة على الألفا سكويرد زائد 5.34 طلعت الكي كيو بتمانية خمسة ستة سبعة. أحسب لندا كيو بتساوي إيه، القانون بتاعها كان الدي وب على التي وب على 57 جذر الاف يلد على الكي كيو، عوض الدي وب بكام بقى؟ هي دي متلخبطه شويه في الحل بتاع التوتوريال. انا عندي بشتغل على البانل دايما يا باشمهندسين، فالبانل دي ارتفاعها كام؟ ارتفاعها 150 سم والتي وب 1.6 سم على 57 في جذر الاف فيلد ب 3.6 على الكي كيو اللي هي ب 8.567، يبقى 3.6 على الكلام ده تحت الجذر في 150 على 1.6 على 57
يساوي 1.067. قلنا بعد كده الكيوبي بتبقى على حسب هي اللامدا كيو بتاعتي اكبر من 0.8 ولا من 0.8 ل 1.2 ولا اكبر من 1.2. فانا عندي هنا ايه اللامدا كيو طالعه اكبر من 0.8 واقل من ال 1.2. الناس ترجع للدرس بتاع الويب باكلينج. فكده الكيو بي القانون بتاعها هيبقى بيساوي 1.5 ناقص 0.625 في اللامدا كيو، كل ده مضروب في 0.35 الاف اي. تعالوا نعوض، هيساوي 1.5 ناقص 0.625 مضروبة في اللامدا كيو اللي هي 1.067. الكلام ده كله مضروب في 0.35 في الاف فيلد يساوي 1.05 طن بير سنتيمتر سكوير. حلو كده؟ يبقى انا لحد دلوقتي حسبت مين؟ ابروز الارقام اللي انا عايزها هنا، اكتب الكيو اكشوال بتساوي الكيو داد زائد الكيو لايف هتساوي 68 زائد 95.14 يديني 163.14 طن. يبقى انا عندي القانون الارقام اللي انا محتاجها، محتاج ده ومحتاج ده. طيب دي كده صفحة رقم 4. نخش على نعوض في القانون بتاعنا السي اس. قلنا دي ارخم حتة في السؤال بتاع الاستفنرز. السي اس بتساوي 0.65 في 0.35 الاف فيلد على الكيو بي ناقص 1، كل ده مضروب في الكيو اتش هتساوي 0.65. هنعوض في السي اس، هاجي اقول 0.65 في 0.35 في 3.6 على 1.05 ناقص 1 في الكيو اكشوال اللي هي طالعه 163.14. تعالوا نعوض في الكلام ده، كده الترم ده كله طالع 0.13 لما اضربه في ال 163. يعني انت متخيل اخد قد ايه من الكيو اكشوال؟ هاخد منها 13% فقط مش الكيو اكشوال كلها، وبالتالي عشان كده سي اس في الغالب بيطلع رقم مش مؤثر يعني. طيب بنحسبه ليه؟ لا ما انت لسه هتحتاج، هنحسبه في الايه؟ في الاستفنرز اللي جاي. طيب نكمل. هاجي اقول عندي دي ب 0.13 لما اضربها في 163.14 يطلع لي السي اس طالعه ب 21.2 طن. ايه علاقه السي اس بالار ماكسيمم او الار كروس جردر؟ قصدي اصغر منها بكتير جدا، وبالتالي هصمم على مين؟ هصمم على الار كروس جردر. فانا عندي كده الديزاين فورس والبي ار اكس جردر، ودي بتساوي 80 طن. طيب هتصمم ازاي الاستفنر؟ نفس الخطوات. انا بصراحه مش هعيد مين، مش هعيد الجزئيه دي تاني. يبقى انا عندي ديزاين اوف انترميديت بيرنج استفنر زيه زي الاند بيرنج استفنر، بعد حاجه واحده بس، هي اختلاف وحيد هو اللي ما قلناهوش، انه الجيومتري بتاع الاستفنر
الحته اللي بتشتغل من الويب بتبقى العرض ده بدل 12 تي ويب بتبقى 25 التي ويب. بس هو ده الايه الاختلاف الوحيد، لكن دي اسمها بي واحد ودي اسمها تي ويب ودي اسمها بي واحد، والعرض ده اسمه بي اتنين، والتخانة دي اسمها التي اتنين. يبقى انا عندي هعمل نفس الخطوات سيم از انت بيرنج استفد، خساره نضيع وقت في ان احنا نعيد ايه نفس الخطوات دي. طيب الاستفنر اللي بعد كده هو مين؟ الانترميديت فيرتيكال استفنر ده بتبقى ابعاده عامله ازاي؟ الابعاد بتاعته بناخد حتة من الويب عرضها قد ايه؟ 25 التي ويب برضو زي الانترميديت بيرنج. الارتفاع ده اسمه بي واحد والتخانة دي اسمها تي واحد. ده شكل مين؟ شكل الاستيفنر اللي عندي. الديزاين بتاعه نفس خطوات الاند بيرنج ستيفنر والانترميديت بيرنج ستيفنر. طيب الاكتنج فورس اللي عليه، الاكتنج فورس بتبقى اسمها ايه؟ سي اس. طب هل في فورس تانية؟ بص كده ركز معايا، هو مكان الاستيفنر فين؟ مكان الاستيفنر هو اول استيفنر بعد الاند بيرنج ستيفنر، هو ده ده اللي عايزين نصممه. فانا عندي الاستيفنر ده مش شايل كروس جيردر ولا شايل السبورت ولا جاي فوق السبورت بتاع المين جيرد، وبالتالي الديزاين فورس بتاعته هتبقى اسمها سي اس. طب علشان احسب السي اس دي محتاج عند المكان ده احسب مين؟ الكيو اكتوال والكيو بي. يبقى انت عندك لازم ترسم كده وتقول هنا على بعد مسافه 1.67 متر احسب مين؟ الديد واللايف. يبقى انا عندي دي اسمها كيو داد ودي كيو لايف، واحسب هنا دي كانت اسمها ايه اللي هي كيو ماكسيمم لايف اللي هي كانت كام؟ بتساوي 137 ودي كانت ب 102، فمطلوب من هنا تحسب كيو لايف عند مكان الفيرتيكال ستيفنر والكيو داد عند مكان الفيرتيكال ستيفنر، ومنهم هما الاثنين تجيب مين؟ الكيو اكتوال، وبنفس الخطوات تحسب الفا كي كيو لامدا كيو وكيو بي، ومن دول الاثنين مع بعض تجيب ايه؟ تجيب السي اس. يبقى احنا كده حسبت السي اس، هي دي الديزاين فورس. اخش في نفس الخطوات، حاجه بتقابلك في التشويس بتاع القطاع بتاع الانترميديت فيرتيكال ستيفنر. ايه المشكله؟ لما بتيجي تساوي الفورس اللي اسمها سي اس دي بقرية الجزء ده بتلاقي ان انت محتاج تخانه بالنيجاتيف، يعني انت بتاخد البي 1 بتساوي اتش ويب على 30 زائد 5، وعندك دي معلومه المجهول الوحيد هيبقى مين؟ هيبقى التي 1. التي 1 دي في الغالب بتطلع بالنيجاتيف. معنى كلمه بالنيجاتيف يعني ايه؟ معناها من الاخر كده انت بتقول انا حاطط الاوبل ستريس وعندي فورس، ولما حطيت له اريا اريه الويب الجزء ده من الويب زائد الاثنين ستيفنر طلع ان انا محتاج تخانه الاستيفنر بالنيجاتيف. ده معناه ان اريه الويب دي لوحدها كفايه وان الاستيفنر هيبقى بالزياده. فهو بيقول لك ده الاريا ريكوايرد بتساوي اريه الويب ناقص حته، عشان كده التي دي بتطلع بالنيجاتيف. تمام؟ طب انا هعمل ايه ساعتها؟ خد تي 1 قد التي ويب، ما تقلش عنها. يعني انت بعد ما تمشي كده في المسألة خد ان التي 1 لا تقل عن مين؟ عن التي 1. طيب ده كده بالنسبة لي الانترميديت فيرتيكال ستيفنر. عايزين اخر حاجة بقى
نشيك على او نصمم الهوريزونتال ستيفنر. يبقى انا عندي ديزاين اوف هوريزونتال ستيفنر. عندي اتنين ستيفنر، رقم واحد ات دي على خمسة، ده شكله عامل ازاي؟ لو جينا رسمنا كامرة المين جيردر اهي، بيبقى فيها ستيفنر هنا كده وستيفنر تاني هنا كده. تعالوا اول حاجة هنا بقى ما بنصممش على فورس، هو الموضوع كله عايزين يكون الستيفنر ده ليه علاقة بالجيومتري بتاع القطاع بتاع الكاميرا، يعني ما ينفعش يقل عن شكل علشان يبقى مناسب لشكل الكاميرا. ابعاده قد ايه؟ عندي المسافة دي بنسميها بي 1 والتخانة دي بنسميها تي 1. طيب البي 1 بتساوي اتش ويب على 30 زائد 5 سنتي، التي 1 بتساوي تي ويب. طب ما انت تقول لي ما انت خلصته كده، لا ما هو لازم يحقق شرط معين. ايه هو الشرط المعين ده؟ انا عندي الاستيفنر ده ليه انرجي، تمام كده؟ الاستيفنر ده ليه انرجي. طيب اريه الاستيفنر ده، انرجي الاستيفنر ده بتبقى بكام؟ الانرجي بتاعته اسمها اي واي، يعني انا عندي ده عايز الانرجي حوالين محور مين؟ حوالين محور واي. انا عندي استيفنر اهو بالمنظر ده كده، الانرجي بتاعته حوالين المحور ده بتساوي مين؟ بتساوي التخانه في الارتفاع ده كله تكعيب على ال 12. طب في ناس هتحمرق شويه زي ما عاملين في التوتوريال كده، لا واخد الحته دي انرشيا في 2 زائد نقل محاور، ما تضيعش وقت. يعني ممكن نحسبها ازاي؟ نقول ان الانرشيا بتاعه الاستيفنر ده بتساوي التي ويب اللي هي التي 1 يعني في الارتفاع ده كله كام؟ الارتفاع ده كله بي 1 زائد بي 1 زائد تي ويب، يبقى 2 بي 1 زائد تي ويب، كل ده تكعيب على ال 12. تعالوا نعوض في الكلام ده، هيساوي 1.6 في افتح قوس 2 في دي كان بكام؟ عامله 15 سم حسبناها قبل كده، يبقى 2 في 15 زائد 1.6 كل ده تكعيب على ال 12. تعالوا نحسب، هاجي اقول 2 في 15 زائد 1.6 كل ده تكعيب في 1.6 على ال 12 يطلع 4.207.26 سنتيمتر بار فور. حسبنا الاي واي، مالها الاي واي دي؟ المفروض ان يبقى ليها علاقه بانرشيه الويب حوالين الواي اكسس كم مره؟ 48 مرة، يعني حوالي 50 مرة، تمام؟ طيب الانيرشيا بتاعت الويب بليد ده اصلا بتساوي مين؟ بتساوي عرض البليد في التخانة تكعيب على 12 في 48 يطلع باربعة اتش ويب تي ويب تكعيب اللي هي موجودة في المحاضرة. يبقى الكلام ده لازم يبقى اكبر من اربعة اتش ويب في تي ويب تكعيب. تعالوا نحسب الترم ده كده، اربعة في اتش ويب اللي هي 300 في التي ويب تكعيب اللي هو 1.6 تكعيب، 4 في 300 في 1.6 تكعيب طالعة بتساوي كام؟ 4.915 سنتيمتر باور 4. هل الترم ده اكبر من ده؟ لا طالع اصغر منه، معناه ان الاستيفنر بتاعك بالابعاد اللي انت فرضتها مش كفاية. طب احل ازاي؟ عندك حاجة من اتنين، يا اما لازم اكبر الاستيفنر ده، يا اما اكبر الارتفاع بتاعه او التخانه. طبعا مش هنكبر الارتفاع، فهنكبر مين؟ التخانه. هروح اجيب التخانه اللي ايه؟ اللي تسيف، او ممكن العكس، ممكن تخلي التخانه زي ما هي وتكبر مين؟ وتكبر الارتفاع. لو جيت تكبر التخانه بس مش افيشنت قوي، لانك بتكبر ايه؟ انا عندي الانيرشيا بجيبها حوالين المحور ده، فانا بكبر مين؟ التخانه اللي هي مش مؤثره كتير. فالافضل هنا انك تكبر مين؟ معلش، تكبر
العرض بتاع الاستيفنر نفسه. طيب المعادله دي كلها مش احنا كاتبين القانون؟ كل ده معلوم، والاي دي برضو بقت معلومه. قيمتها كام دلوقتي؟ اهي انا عايز اوصل للرقم ده. يبقى اقول كده، يبقى انا عندي ذا ستيفنر ماله از ان ادكوت، يعني غير كافي. طب هتعمل ايه عشان تخليه كافي؟ هاجي اقول 4915 ده التارجت بتاعي، بيساوي هعوض هنا التي واب بكام؟ ثابته 1.6، ايه التخانه دي ثابته بالنسبه لهم، هثبتها 1.6 في 2 بي 1 زائد 1.6 تكعيب على ال 12. مين مجهول ومين معلوم؟ خلاص انتوا قلتوها، المجهول الوحيد هو بي 1. تعالوا نحسبه، يبقى اقول ال 4915 في 12 على 1.6 الجذر الثالث، الجذر التكعيبي للكلام ده ناقص 1.6 على الاثنين، يطلع ان البي 1 بتساوي 15.84 سنتي. ما ينفعش نخليها كده، فاخدها كام؟ 16 سنتي. كده انت شيكت على الاستيفنر اللي هو ات دي على 5. طب الاستيفنر اللي هو ادي على الاثنين برضو بنفس الطريقه، نفس الايه الفكر، بس بدل ما انا بقارن ب4 اتش واب في تي واب تكعيب، هتبقى اتش واب في تي واب تكعيب فقط من غير الاربعه. طيب ابعاده هو بكام؟ بناخد دي 10 سنتي ودي تي واب، تمام كده. يبقى اجي اعمل ايه؟ رقم 2 ات دي على الاثنين، هاجي اقول الاي واي بتاعته بتساوي نفس الكلام تي ويب في عندي 10 و10 سميها برضو نفس، بنعوض في نفس القانون، يبقى في 2 بي 1 زائد تي ويب تكعيب على ال 12. تعالوا نعوض على طول 1.6 في افتح قوس 2 في 10 زائد التي ويب 1.6 كل ده تكعيب على ال 12. كل الفرق هنا كان اسمها بي 1 اللي هي اتش واب 30 على 30 زائد 5، لكن هنا بقت 10 سم على طول. تعالى نحسب الكلام ده، هاجي اقول 2 في 10 زائد 1.6 الكلام ده كله تكعيب في 1.6 على ال 12 يطلع 1.3469 سنتيمتر باور 4. الكلام ده المفروض يطلع اكبر من كام يا باشمهندسين؟ اكبر من اتش ويب في تي ويب تكعيب بس من غير الاربعه. تعالوا نترجم الرقم ده، اتش ويب اللي هي 300 في تي ويب 1.6 تكعيب طلع بكام؟ 1228 سنتيمتر باور 4. الرقم ده اللي هو الانيرشيا بتاعت الاستيفنر طالعه اكبر من الليمت بتاعي اللي هو 1228 سنتيمتر باور 4. يبقى ده اديكوت ستيفنر، سو يبقى اوكي خلاص استخدم الاستيفنر اللي هو 10 سم و10 سم بتيوب. لحد دلوقتي كده خلاص احنا اتعلمنا ازاي مع بعض نصمم كل الاستيفنرز، من اول ازاي نرص الاستيفنرز، وبعد كده نصمم الاند بيرنج ستيفنر وانترميديت بيرنج والانترميديت فيرتيكال، وبعد كده الهورزونتال قد ايه على 5 والهورزونتال ات دي على 2. نتمنى ان احنا ما نكونش ضيعنا وقتكم وتكونوا استفدتوا على بقدر كافي، وان شاء الله نعمل اجتماع برضو مع بعض نناقش فيه المشاكل بتاعت الناس في الشيت. شكرا لحسن استماعكم.